لا يوجد أبلغ من هذه المشاهد دليلا على وقع الحرب الظالمة التي تتعرض لها تعز منذ أكثر من عامين. دمار هائل لحق بمعظم المنازل في هذا الحي المجاور لمعسكر التشريفات، يعكس حجم العدوان الذي لحق بمدينة تعز في وقت لم تهدأ فيه المعارك والمواجهات، وسط إصرار من هؤلاء الرجال على استكمال عملية التحرير وطرد الميليشيا من آخر معاقلها الحصينة في المدينة. هي عينة من مسارح الحرب التي خلفت أطلالا من المنازل والمرافق والمنشآت المفخخة بالألغام، وخلفت معها آلاف اللاجئين القسريين الباحثين عن مأوى آمن. كل ما بقي هو الأطلال. هذه هي كلية الطب القديمة وإدارة جامعة تعز الملاصقة لمعسكر التشريفات من الناحية الغربية. الدمار شاهد على عنف المواجهات في حين أن أصوات القذائف لم تهدأ والقصف لم يتوقف. هؤلاء الشهود ودعوا خلال الساعات الأخيرة من المعارك الدائرة في محيط مدرسة محمد علي عثمان إلى الشرق من معسكر التشريفات ثلاثة شهداء من زملائهم، فيما يرقد اثنان آخران في المستشفى، لكن عزيمتهم ماضية لنقل الحقيقة ولنقل هذه المشاهد البطولية من التضحيات والشجاعة النادرة. يفقد الانقلابيون كل يوم قدرتهم على التماسك والسيطرة على هذه الأرض المتحركة بفعل الزلزال الذي يحدثه مقاتلو الجيش الوطني من تحت أقدامهم. هذا الجيش الذي احتفظ طيلة هذه الفترة بقدرته على المناورة والمفاجأة والإنجاز. تدور هذه المعارك في معزل عن الإسناد وبعيدا على ما يبدو عن غرفة عمليات التحالف، فلا إسناد جوي ولا تعزيز تسليحي يليق بالمعركة الفاصلة في هذه المدينة الصامدة. لكن المعركة هنا تكتسب أهميتها من كونها تدور في أهم معاقل الجمهورية بصفتها الشاهد الوحيد على أن اليمن لا يزال على قيد الحياة.